السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا فإن الله يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. كذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، سلمهم الله. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. شيخنا الحبيب، تفضل. نسألك الدعاء أولا. الله يوفقنا وإياك ويثبتنا وإياك على الطاعة يا رب. لا كما تريد. لو سمحت، بالنسبة للبيع والشراء في المسجد حرام؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجدتموه يبيع أو يشتري في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك. وآخر، وإن كان في هذا كلام يسير، لكن الآخر: نهى النبي عن البيع والشراء في المسجد. طيب، يدخل فيه يا شيخ، يدخل فيه محصل الكهرباء؟ لا، سداد الديون في المسجد جائز. خرج النبي صلى الله عليه وسلم على إثر صوت ارتفع في المسجد، فوجد كعب بن مالك يتقاضى عبد الله بن أبي حضرد دينا عليه، والآخر يسترفقه ويقول: ما عندي عبد الله من دي. قال: قد فعلت يا رسول الله. قال للآخر: قم فاقضه. فيجوز تقاضي في المسجد، علي دين يمكنني أن أسدده لصاحب الدين في المسجد، لكن عقد البيوع لا يجوز في المسجد. بارك الله فيك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. بارك الله فيك يا شيخ أبي. السلام عليكم. ارفع صوتك، صوتك غير مسموع. عليك السلام ورحمة الله. عبد الله بن مصطفى الدياسطي، بلغ الوالد السلام، وددنا أن رأيناك يا عبد الله ورأينا الوالد. الله يحفظكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته مولانا. تفضل. إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. وإياك وإياك. أستاذن حضرتك، أمتلك محل لبيع الأجهزة لبيع الموبايلات يعني. نعم. وشغال بالتقسيط على الطريقة الشرعية 100%. في سؤال بس، يعني في ناس بياخد مني أجهزة، فأنا كنت عاوز أضمن نفسي أكتر في إن أنا ما أديلوش الكرتونة، يعني ياخد الموبايل وياخد كل حاجة بس الكرتونة تفضل معايا. والسبب؟ لو ما دفعش أشتكيه، يجوز ولا لا يجوز؟ تشتكيه بماذا؟ سرق ولا لو ما دفعش؟ لو هو ما دفعش ومش راضي يدفع، يعني هو يمتلك فلوس ومش راضي يدفع، يعني في ناس شغالة إن هو ياخد من ده موبايل ويطلع يحرقه هنا وما يدفعش الفلوس يعني. السلام عليكم. عليكم السلام. يجوز لك أن تؤمن نفسك بالطريقة التي لا تؤذي فيها أحدا ولا تظلم فيها أحدا، يجوز لك تأمين نفسك. تمام. الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤالي يا فضيلة الشيخ، الله يبارك لك. اتفضلي. والدتي لسه متوفية من كام يوم كده. الله يرحمها وعظم أجرك يا رب. اللهم أمين. هي كانت سايبة معايا 200 جنيه، فهي كانت في المستشفى. حد جه يعني قال: لو سمحت يا جماعة كنت عايزة أحلل وكده، فأنا اديته 200 جنيه دي بنية اللي ربنا يشفيها. عفوا، أعيد السؤال. كانت 200 جنيه لك أو لها؟ 200
بتاعتها هي، كانت شايلها معايا انا. طيب ازاي تعطي فلوس ناس لناس بدون اذنهم؟ هي كانت في غيبوبه. وبعدين فهي انا اديتها له بنيه اللي ربنا يشفيها. لا ليس من حقك. رحت جنبيها وهي في الغيبوبه كده في المستشفى، قلت لها يا امي الامانه اللي معايا انا طلعتها يعني لله. فكده انا عليا اسم ولا انا اطلعها تاني؟ هي ماتت ولا على قيد الحياه؟ لا ماتت. ماتت. ترد ال 200 جنيه للورثه او تقسمهم من تركتك. تمام. بارك الله فيك. ربنا يشفيها. السلام عليكم. السلام عليك يا مولانا. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا اسف اتكلم حضرتك الان بخصوص ان انا شغال في الاسد. انت عندك محلات وتاجر ولا؟ عندي عندي محلات الحمد لله وبتاجر فيها بفضل الله. وتبيع بالقسط. انا دايما وشغال يعني انا بيدخل لي الشخص، انا اقول لحضرتك الصيغه اللي بشتغل بها بالظبط وتنصحني اكمل في القسط ولا ما اكملش فيه. يعني انا بيدخل لي الشخص فعاوز موبايل، فاقول له حضرتك عايز كاش ولا قسط؟ فبيقول لي مثلا انا عايز قسط، فبقول له طيب انا عندي الموبايل ده عامل 5000 كاش، انت عاوز تدفع كام وقدم معاك فلوس هدفع كام في الاول؟ باخد منه بياناته فقط في الاول، فيقول لي انا عاوز ادفع 2000 مثلا، فقول له طيب ال 2000 دول ما بيتغيروش نهائي وانا هقسط لك الموبايل ككل، انا ما بقسطش فلوس انا بقسط موبايل، فبحسب انا عندي الحسبه داخليا بحسبها جوه. فبقول له مثلا الموبايل ده على 12 شهر هيعمل 7000. بس الطريقه الاجماليه لا باس. وبقسط وباخد منه ال 2000 وبعدين بقى بحسب بعد ال 2000 مثلا 5000 بقسطهم على 12 شهر وبحسبهم له. ما فيش مشكله بينك وبين نفسك خلاص. ده بيني وبين نفسي فعلا يعني، بس حضرتك تنصحني ان انا بيبقى يعني انا يعني على بدايه الالتزام بفضل الله، فحاسس ان انا ممكن الموضوع ده يكون فيه. لا يا اخي الكريم، انت الان تقول له انت تريد شراء هذه السلعه. تمام. تدفع لي كيف ستدفع؟ قال لك ادفع جزء وبقي جزء. بقي مدة كام؟ كذا. قلت انا ببيع السلعه دي ب 10000، انت حر. البيعان بالخيار. حل الله. ما بزودش يعني، في ناس بتاخر عليها بالسنه وبالاثنين، ما بزودش ماشي خلاص جنيه واحد عليه. هو كل اللي بيحصل ان انا بشتكيه طبعا، مثلا اللي بتاخر بشتكيه. فبيجي انا هو قالوا لي 5000، ما باخدش حتى لو بعد ثلاث خلاص. سلام عليكم. جاهز خلاص. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته صاحب الفضيلة. الله يبارك فيك، اتفضل. أشهد الله مولانا إنك من أحد الناس إلى قلبي. يا رب اجمعنا وإياك والسامعين والسامعات في الفردوس، يا رب. يا رب. اللهم آمين يا مولانا. ليا سؤالين يا مولانا، بس بالله عليك ما تستعجلش وتقفل السكة يعني، بس قبل السؤالين يا مولانا عايز نصيحة منك ليا بعد الحج. ربنا من عليا وأكرمني بالحج السنة دي. أكثر من الاستغفار وذكر الله. نعم. ولا تكثر من القيل والقال والخوض في الاعراض. نعم يا مولانا. الله يسلمك، ولا تخوض في الاعراض. السؤال الاول يا مولانا، ليا صاحبي شغال في الاجهزه. يعني بيجيب حاجات كده، شغال في الموبايلات وكده، بيجيب حاجات ويتبيعها بس. في احيانا يا مولانا ناس بتتعثر انها تدفع الاقساط او بيديها المعيشه او كده، هو هياخد عليهم فلوس، طب يشتكوا مش. ولكن بيحسب الفلوس اللي باقي عليهم من زكاة ماله. لا يجوز. ما يجوز. لا يجوز اسقاط الدين واعتباره من الزكاة عند جماهير العلماء، خلافا لقول عن ابن حزم وقول عن الحسن البصري تقريبا يعني. نعم. نعم. السؤال الثاني مولانا، القصة المشهورة عن المغيرة بن عن سيدنا المغيرة بن شعبان، اللي كان جالس مع ابو جهل وان سيدنا النبي وهو رايح له بليله شديده الظلام شديده المطر وبيقول له ما لك ان تسلم يا ابا الحكم، وان المغيره كان قاعد مع ابو جهل جوه واسلم بسبب ان ابو جهل قال له ان اعلم ان محمد على حق. لا 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 تصح. لا تصح. واسلام المغيره متاخر يعني. اسلام المغيره متاخر. نعم متاخر. نعم مولانا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازي حضرتك يا شيخنا عامل ايه؟ الحمد لله. يا رب دايما يا شيخنا. بعد اذن حضرتك بس اسال بعد اذن. اتفضل.
دلوقتي انا عايز اعمل فيديو تمام على اليوتيوب. تمام، يعني انصح بيه الناس بالخير وكده. والفيديو دوت هيكون يعني حاجه كده لبر الوالدين. الفيديو دوت هيكون حاجه كده لبر الوالدين. يعني الفيديو فيه ايه؟ مش فاهم. يعني يعني بنصح في الناس ببر الوالدين وكلام زي كده. ما في مشكله، ما في مشكله. بارك الله فيك يا فضل الشيخ إيهاب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الحبيب، اتفضل. أحسن الله إليك حبيبنا. شيخنا عندنا شركة استيراد، والبنوك يعني موقفة الاستيراد تماما إلا لو أنت عملت حاجة اسمها وديعة دولارية عشان يسمحوا لنا بالاستيراد. قال لك لو عملت لنا وديعة دولارية هنسمح لكم بالاستيراد. ويعني الحل واقف جدا في الاستيراد على كل الشركات مش احنا بس. فهل لو عملنا الوديعة عادية وما استفدناش بالعائد بتاعها ده في حرام؟ لا بأس، جزاك الله خيرا. انت لنستفيد بالعائد. تفضل. السلام عليكم. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله بخير. والله العظيم يا شيخي إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. كان عندي سؤال يا شيخ، هل حكم حرق البرج؟ هل حكم إيه؟ حرق البرج. حرق البرج؟ نعم. الوزغ يعني تحرقه بالنار. لا تحرق بالنار. لا يعذب بالنار إلا رب النار. يعني علي إثم إن قتلته؟ لا تقتله، لا بأس، يستحب قتل البرج. لكن الكلام على الحرق بالنار. أقصد لا تحرق بالنار. حسنا، عندي سؤال آخر. تفضل. أنا داخل على زواج. الله يتم بخير يا رب. فلا أعلم كيف أتي امرأتي. اسأل والدك. حاجه غريبه والله العظيم. الله يعافي حبيبه بنت محمد. وعليكم السلام ورحمه الله. اي شكرا، بعد اذنك انا ما كملتش مع حضرتك بس السؤال. خير. السؤال اللي هو كان بخصوص الفيديو اللي انا كنت عايز يعني انصح بيه الناس وكده. لا بأس، لا بأس. تمام. طيب، هو انا في واحده هتطلع معايا في الفيديو دوت، تمام، هتكون بشعرها او هتكون متبرجه حاجه زي كده. يا اخي عيب عليك يا اخي. هل انا هاخد ذنبها؟ عيب عليك يا اخي، تطلع ازاي يا اخي؟ عيب عليك. تمام. يعني دوت كده حرام. طبعا، ازاي تطلع مع واحده بشعرها كده؟ انت كنت الاول محترم وتقول اعمل حاجه من اجل ابي وامي ببر الوالدين. اللي دخل البنوته معاك وشعرها مكشوف، ايه موضوعك؟ انت عاقل ولا مجنون ولا ايه؟ تمام. طيب، ممكن اعرف كلام يعني حاجه من قال الله وقال الرسول بعد اذنك يا شيخ؟ يعني دي رساله انا هوصلها بس لواحد صاحبي، يعني مش انا كده، بس دي رساله يعني انا هوصلها لواحد صاحبي بس. كنت عايز اعرف ايه ما تركت بعدي فتنه اضر على رجال من النساء. وبعدها المراه يا اخي الكريم المراه عاصيه وهي جالسه معك. الم يقل الله ولا تبرجن تبرج الجاهليه الاولى؟ الم يقل النبي صلى الله عليه وسلم صنفان من امتي من اهل النار لم ارهما، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كاسنمه البخت المائله. وانت جالس معها تقرها على معصيتها وتفتن الناس انت؟ طب هل انا اشيل؟ انت تعرف ان سيدنا موسى عليه السلام راى المرأتين تصرفان الغنم عن سقيا الماء، قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير. ما دفعنا الى الخروج من الاصل الا ان الوالد شيخ كبير لا يستطيع العمل، وهما لا يريدان الاختلاط. وانت جاي واحد ملتحي يقول لك اعمل فيديو ببر الوالدين، ويا ناس بر الوالدين والعاصيه جنبك. يا اخي صلى على رسول الله. تمام يا شيخ. بعد اذنك بس يعني تقول لي هات يعني انا نقطه مهمه. ها؟ هل انا هشيل ذنبها لو انا في الفيديو دوت؟ يعني هي معايا في الفيديو، هل انا طيب انا دلوقتي انت اللي جايبها وانت متحمل الاسم كله، انت الذي استاجرتها تيجي معك. تمام، يعني انا بتحمل الاسم لان انا رحت وطلعت معاها في الفيديو دوت، انا كان ممكن ان انا ما اروحش واطلع معاها اصلا في الفيديو ده. السلام عليكم. وعليكم. بارك الله فيك يا فضيلة الشيخ خلف.
أبو البخاري. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال يا شيخ بعد إذنك. سأل يا حبيبي. أنا عندي اضطرابات في قلة الصلاة يا شيخ. لماذا؟ ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، ده كلام ربك. والله يا شيخ أنا يعني أنا برضو موجود في السعودية و يعني مش عارف بيجي لي اضطرابات في الصلاة. شوية بصلي على سطر وسبع عشرة والله يا أخي أنا أحذرك من هذا اللي أنت فيه، لأن الذي توعدك بالويل هو الله، والله لا يكذب. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ويل من قيلها؟ لو الرئيس ولا الملك قال لك ويل لك هتعمل ايه؟ تمام. وبعدها الرسول قل الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله ماله. يعني واحد فاتته صلاة العصر مثل واحد بالأشد، واحد خرج من بيته فجاله الخبر شب حريق في البيت فأكل كل أموالك واحترق كل أولادك وزوجاتك احترقت معهم، فوت صلاة العصر واحد. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. اللي بيتكلم كلام غريب، ارفق بنفسك، ما والله ما تتحمل عذاب جهنم. السلام عليكم. عليكم السلام. يا حضرتك يا شيخنا. الحمد لله. كنت بس عايز اسال حضرتك يا شيخنا دلوقتي في حاجه حلفت عليها ان انا وعملتها. في ايه؟ لو انا في حاجه حلفت ان انا مش هعملها وعملتها، يعني عملت الحسنان، فانا ايه الكفاره اللي عليا؟ كفاره يمين وتستغفر الله. اطعام 10 مساكين، ان عجزت صمت 3 ايام. اقفل الباب يا عبد الرحمن من اجل التكليف. شكرا. الله يكرمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ عندي سؤال. سلي. لو سمحت يا شيخ، هو أنا لو معايا فلوس تمام، بس بالله عليك يا شيخ اسمع السؤال للآخر. وحد جالي عشان اشتري له سلعه وبشتريها له بالضوابط الشرعيه، يعني انا بروح اشتري سلعه. ما تكمليش اصلا كده يا مرابيه، اضحكي على نفسك. انت معك راس مال وجالسه في البيت، واحده قالت انا عايز اشتري ثلاجه يا ام محمد، رحت معاها نقي الثلاجه اللي انت عايزاها يا ام حسن. نقت الثلاجه اللي عايزاها، هتسددي على كام يا حبيبتي؟ قالت هسدد على سنتين، زودي 30%. خلي هذا حيلة من حيل الربا. طيب يا شيخ، هذا البنك نفسه شغلك شغل البنك. طيب يا شيخ، انا لو جبت السلعة دي وتملكتها ونقلتها الى روح اذا كانت حيلة وعن تواطئ ستأثمين، اما اذا كنت تجرى وعندك سلعك بيع كيف شئت. يا شيخ انا مش، يا شيخ ما تجادلنيش في الربا يا شيخ، انت حرام عليك، انت تجادل عشان تدخل جهنم. يا شيخ انا مش بجادل، انا اقول لك بس يعني هذا اللي عندي. اعجبتك الفتوى مرحبا، ما عجبتكش انا غيري، سأحذرك من عذاب الله. ده شغلة ناس الان ما يعملون في اي شيء الا معهم فلوس، معه 10,000 20,000 جنيه، كل واحد عايز السلعه ياخذه ويروح يدفع عنه ويسدد له بالقسط. يقول لك انا تاجر، ما انت تاجر اصلا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا الفاضل؟ الحمد لله أنا بخير الحمد لله. والله لي الشرف انك انت حضرتك النهارده يا شيخنا. الشرف لنا، الله يرفع قدرك في الدنيا والاخره والسامعين والسامعات. بعد اذنك بس مولانا، بس في سؤال بسيط كده ان شاء الله. اسال يا حبيبي. دلوقتي انا اخويا راح كتب اشتراه تجهيز من البنك على اساس المشتريات بالقسط يعني من البنك. هل المعاملة دي معاملة ربوية؟ حرام معاملة طبعا. نعم؟ حرام طبعا. البنك لا يمتلك السلع، البنك يمول ويأخذ التمويل مع الفائدة الربوية. السلام. يعني هي حرام حرام حرام، بارك الله فيك. أقول لك إيه خلاص ما هو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى إزي حضرتك؟ الحمد لله بخير. ربنا يديم عليك يا رب. يا رب وعليك وعلى السامعين والسامعات يا رب. امين يا رب. لو سمحت
شيخنا انا ساعات كده بكون يعني رايح مشوار فبلاقي في مصلحه حكوميه ما بعض التقصير او الاهمال يعني. تمام، كما هو الحال. ايه كما هو الشأن في اكثر البلاد الا من رحم الله. لا الا من رحم الله يعني. طبعا في دلوقتي ان انت يعني من سهل جدا ان انت تصور الوضع وتبعت تعمل شكوى يعني. فانا برجع اقول طب انا هشتكي، هكون سبب في ضرر العامل ده او سبب. لا مش سبب في ضرره، ضرر سبب في استقامته. ولو لو يعرف ان في عقوبه تحل من امن العقاب اساء الادب. السلام عليكم. السلام عليكم. انا برجع اقول طب انا هشتكي، هكون سبب في ضرر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. الشيخ مصطفى. معك تفضل. بارك الله في حضرتك يا شيخنا. وإياكم. كان معايا سؤال لحضرتك يا شيخ ممكن؟ تفضل. حضرتك يا شيخ، هو غزوة ذات الرقاع في أي عام كانت؟ لا أذكر. طب وش شيخ أنا يعني رأيت خلاف يعني لأهل العلم إن هي في الرابع أو في السابع. ما أنا قلت لك لا محررها. مرحبا بك يا والد الشيخ سيد الأجدر، وفقك الله وأهل بيتك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. الحمد لله. أنا عندي سؤال بس بعد إذنك. أنا دلوقتي أنا بمثل، ممثل؟ اه. وبعد؟ بس أنا بعمل حاجات يعني كويسة، حاجات محترمة، مش حاجات فيها أي حاجة، فيها ما فيهاش تلامس ولا أي حاجة، حاجات محترمة تمام؟ وبعد؟ تمام. فانا بعمل حاجات محترمه وما فيهاش تلامس ولا فيها اي حاجه في مشهدي، بس هل انا هاخد مثلا ذنب حد تاني مثلا في مشهد غيره، واحده في شعرها مثلا او في تلامس يد او اي حاجه بس بره عن المشهد بتاعي، هل انا هاخد ذنب؟ لكن كله فيلم واحد. كله فيلم واحد بالظبط، بس بره عن المشهد بتاعي، هي في مشهد وانا في مشهد، واحده في شعرها مثلا كده يعني. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان، اختلط بناس صالحين واخرجوا للمسلمين منتجا طيبا تنفعون به المسلمين والمسلمات بعيدا عن هذا اللوث. يعني انا هشيل الذنب حتى لو انا ما عملتش حاجه؟ شوف يا اخي الكريم، رب العزه يقول: واذا رايت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، واما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. ومع الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. تبتعد عنهم تذكرهم، ليه ما خرجتش معنا يا فلان؟ لان في اشياء تغضب الله موجوده عندكم. تكون دعوه الى الله. تكون دعوه الى الله. هو لو متهدى، لو ما اتهداش انا ليه علاقه؟ بس ما تدخلش معاه في فيلم. ما تدخلش معاه في فيلم. هي بشعرها مثلا مش عايزه تتحجب، بس هي معايا في مشهد تاني. والله انا ما احبش لك كده ابدا، لو كنت رجلا صالحا تحرص على لقاء الله، وانت تعرف اننا سنقف بين يدي الله. ابتعد لي، اسلم لدينك. تمام. معلش يا شيخ، بس في واحد صاحبي عايز اسالك حاجه. اتفضل يا صاحبي. السلام عليكم. ازي حضرتك يا شيخ؟ عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بقول لحضرتك يا شيخنا، هو انا حاليا صاحب شركه شحن تمام؟ ايوه. وهكون في الشركه حاجه وحشه ايضا. لا هو ما هو انا عايز اسال، انا في دلوقتي في حاجات بتجيلي، اوردرات بتجيلي المفروض ان انا اشحنها، زي مثلا خصل شعر مثلا، هل ده حلال اللي انا اشحنه؟ شوف يا شيخ، اذا انت لا تعلم ماذا في الكرتونه. لا انا عارف. اصبر يا حبيبي. اذا انت ما انت عارف ايه اللي في الكرتونه لن نامرك ان تسال، اشحن. لكن لو انت عارف ان الكرتونه فيها خمره، النبي لعن حامل الخمر، الحامل ملعون. لو انت عارف ان الكرتونه فيها حشيش، ابتعد. اصل حرام عليك اذا شحنتها. الكرتونه فيها مسروقه، يحرم عليك ان تشحنها. خدت بالك؟ تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. تمام. طيب الحاجات الحرام اللي هي الرمزيه العاديه دي حلال اللي انا اشحنها ولا لا برضه يعني؟ ايه الحاجات الحرام الرمزيه يا حبيبي؟ مثل ماذا؟ مثل. يعني زي خصل الشعر مثلا مش دي حرام؟ الرسول لعن الواصلة والمستوصلة.
تمام، يعني ده حرام اللي انا شايفه. يعني والدنيا ضاقت على خصل الشعر، ما في يعني بيجي لنا حاجات بقى زي كده كتير، يعني مثلا ما كان لحلق الحواجب ده برضو حرام، بس بيجي لنا برضو كميات من الحاجات دي. ابتعد عنها، كل ما فيه شبهه ابتعد عنها. ألف شكر يا شيخ، شكرا. الله يصلحك ويصلحنا ويصلح أخاك المجاور لك الممثل يا رب يا رب يا رب يا رب. والسلمان والسلمات محمد بن فتح النحاس، بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام يا شيخ. نعم، عندي سؤالين يا شيخ. اسأل. أنا مقيم في الغرب، يعني في أوروبا، في عندي محل حلاقة. علمت بأن محلات الحلاقة يعني فيها يعني نشتغل كثير، يعني حلاقات قزع وكذا. نويت أتوب إن شاء الله وبعد عن هذا الشيء، هل يحل لي أن أبيع الأصل التجاري يعني كمحل حلاقة أم لا؟ أصل تجاري لمحل حلاقة ممكن تبيعه أنت تمتلكه ولا؟ أنا لا أمتلك يعني المحل، يعني الحيطان، أنا أمتلك الأصل التجاري، يعني الكراسي مثلا، الكراسي وكذا. بيعها ما فيش عليك مشكلة. تمام، الأصل التجاري يباع. تمام. في عندي محل، في عندي إشكال ثاني. أنا إجوني يعني اثنين عشان يشتروا، هم اثنين شركاء، واحد مسلم أمواله حلال وشاركه غير مسلم، ولكن تبين أنه يعني يبيع المخدرات، يعني أمواله متأكدة من بيع المخدرات، هل أأثم إذا بعت له أم لا؟ عفوا، يعني أتاني مشتريين للمحل يعني ولا المين؟ أمواله حلال، هم شركاء، يعني يشترون المحل ويشترون أو يشترون شيء آخر؟ لا، يشترون الأصل التجاري، الأصل التجاري لمحل الحلاق، عشان يخلوه حلاق لهم، يعني يصبح محلهم للحلاق. أنت بيع لهم، ما عليك مشكلة. يعني حتى إذا هو بايع تاجر مخدرات لا 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 ما في مشكلة، ما في عليه إشكال. إذا بيعت شيء لتاجر مخدرات اسمه على نفسه، اسمه على نفسه. إلا إذا كان، يعني إذا كان شيء يساعده على تجارة المخدرات أمتنع، لكن بيستوصفه لي ذكر، ما عليك إثم. هو, هو 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 قال لي بأنه يريد يعني أن يقلع عن هذا. والله يا أخي الكريم، الحلاقة أهون من بيع المخدرات. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. نعم. معلش يا شيخ، عندي سؤال لو سمحت. اتفضل. دلوقتي اللي هو تطبيق طلبات ده، نطلب من عليه مثلا حاجه من محل معين، هو انا كنت طلبت حاجه بس الحاجه دي ما طلعتش زي ان انا كنت طالبها، فلما عملت شكوى التطبيق ده رجع لي الفلوس، تمام؟ طيب، بس ما طلبنيش بالحاجه دي، سابها عندي، فانا اتصرف فيها ازاي؟ رجعها له. لا، ما هو ما طلبش مني، اللي هو التطبيق ده، البرنامج ده ما طلبش مني، ورجع لي الفلوس بس كده في المحفظه بتاعتي. تابع معهم الى ان ترد اليهم السلعه، والحمد لله انهم امناء، فكن انت امينا ايضا، لانك الان هم امناء وانت حرامي. هم ردوا اليك فلوسك لان السلعه غير مطابقه، وانت تريد تاخذ حاجتهم. من الافضل منكم عند الله الان؟ هم. خلاص، وليه ما تكونش انت الافضل عند الله؟ بس ما شاء الله يا كريم. فتح عثمان ولك بمثل. السلام عليكم. مرحبا بكاتو. لو سمحت يا شيخ، انا شغاله في وحده صحيه، انا وزوجي، انا دكتوره صيدلانيه وهو اسنان، فبيبقى في ادويه مثلا في الصيدليه، وهو بيبقى ساعات مثلا يقول لي اقطعي تذكره وياخد ادويه مثلا مضاد حيوي او حاجه، بيقول لي عشان لما تحب، بس انا بقول له ان ده حرام، لان في ناس ثانيه مثلا ممكن تيجي دلوقتي هتحتاج الدواء ده، هو بيقول لي لما اتعب ابقى اخده، قلت له لا، لو انت تعبان اقطع التذكره وخد، لكن طالما مش تعبان المفروض ما ياخدش. صح، كلامك صح، جزاك الله خيرا. تمام، شكرا. والله وزعل منك زوجك. يريد أن يوظف صيدلية المشفى لصالحه، وزوجته الصيدلانية تمنع. الله يكرمها. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله. السؤال من فضلك يا شيخ. اسأل وصحصح كده، الله يبارك فيك. أنا
شاء الله بفضل الله بحفظ القرآن، أنا طالب في هندسة إن شاء الله، بس كنت بحفظ القرآن، ففي بعض يعني في أوقات كده بلاقي مثلا مشاكل إن أنا أفهم القصص وكده، فأقرأ إيه أو أعمل إيه؟ مش فاهم، تقول كنت قارئ طالب هندسة وبعدين تقرأ إيه؟ أنا طالب في الجامعة، طالب في الجامعة بس بحفظ القرآن، ف يعني مش فاهم أحيانا، مش فاهم معاني القرآن، مش فاهم مثلا في التفسير. أقرأ تفسير. مش أنت طالب هندسة المفترض، مش أنت طالب هندسة المفترض تفهم، اشتري كتاب تفسير. أما أنا بسأل سؤالي، اشتري كله بإيه أو أعمل كده؟ أنت منين؟ منين من البلاد؟ أنا من قبر الشيخ. والله يا أخي زرنا إن شاء الله نجهز لك مجموعة هدايا إن شاء الله. لأنك طالب لسه يعني إن شاء الله، لكن عندك صحيح تفسير ابن كثير المختصر، تفسير الجزائري المختصر، تفسير كريم المنان المختصر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شو مصطفى؟ تفضل يا حبيبي. ربنا يعطيك العافية والصحة يا رب. يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب. يا شيخ مصطفى، أنا عامل خطوبة عائلية، فهل اتصورت مع خطيبتي يعني موبايل، هل حرام؟ لا لا تتصور مع خطيبتك. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ مصطفى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله في حضراتكم يا رب. وياكم، تفضل يا حبيبي. كم مثلا سريعا، مش هاخد من وقت حضرتك كتير. اول حاجه، في حد شخص من اليمن كان كاتب في التعليقات عند حضرتك يعني ان هو معهوش يوصل سؤاله، فانا حبيت ان انا اوصل سؤاله. يعني هو عنده 17 سنه وظروفه صعبه، فبيسال حضرتك في مساله الانتحار يعني. ف الانتحار يرد عليها. نعم، يريد ان ينتحر. يريد ان ينتحر، يبلغ حضرتك يعني ان عنده مشاكل وعنده مرض، وهو عنده 17 سنه يعني، فهو كان معهوش رصيد يوصل لحضرتك. قل له اذكر قول الله تعالى: ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. هذا يعني ده جانب بتاع حق. وان النبي عليه السلام بين له انك اذا انتحرت لن تستريح، ستدخل النار عياذا بالله الا اذا رحمك الله. لان النبي قال: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يقتل بها، يضرب بها نفسه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا. ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحسه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا. ومن قتل تردى من جبل فقتل نفسه ففي نار جهنم يتردى خالدا مخلدا فيها ابدا. اللهم دي مسألتي يا شيخ سريعا كده. انا بصلي في مسجد، فالمسجد الشيخ اللي انا بقرا اللي انا بصلي وراه، لو هو مثلا بيصلي العشاء فاول ركعتين مثلا يعني بيستفيض في قراءة الفاتحة وبالراحة وكل حاجة، يجي في الركعتين التانيين انا حرفيا ما بلحقش اوصل لنص الفاتحة وراه، ده دائما يعني. طيب ذكره بالله. لا هو شخص يعني صعب ان انا انصحه يعني، هيقول لي يعني صلي في مسجد اخر. ما انت ما تقتلش يعني بالمثل مصر العقدة امام المنشار. انت الان تقول هو غير جيد في صلاتي، انصحه لا استطيع، صلي في مسجد اخر بس. تمام. مثلا كمان يا شيخ، هو المسجد ده فيه يعني ناس من العوام يعني الكبار في السن يعني، فهم رشحوني ان انا يعني اصلي بيهم اماما، وانا لا ارى في نفسي يعني خير ان انا. ويطرد الرجل الاخر؟ نعم، سيطردون الرجل الاخر؟ لا خالص، هو الرجل ده الكبير بتاع، ما ينفعش يطردوه يعني، هو حاكمه شويه بس، هو ساعات ما بيبقاش موجود في صلوات، فانا بيخلوني انا امام. طيب خلاص، انا باجد في نفسي يعني ان انا يعني نوعا ما من ان هو انا حابب ان انا اكون امام، فانا خايف ان انا يعني. دعك من الوساوس. بخاف من الحاجات دي. دعك من الوساوس يا حبيبي. بارك الله فيكم يا شيخ. السلام عليكم. السلام عليكم. يعطيك العافيه يا شيخ مصطفى. وياك، تفضل. بقول لحضرتك، انا من قيمه اسبوع تقريبا زوجتي عصبتني، فقلت لها انت طالق ومحرمه علي. ايه يعني الوضع ايه دلوقتي؟ الوضع محسوبه تطليقه.
طب عشان يعني الامور ترجع لمجاريها ايه الوضع؟ تريد ترجعها شاهد اثنين، قل لها رجعتك وشاهد اثنين على الرجعه، اثنين عدول. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ايوه يا شيخ، انا اللي كلمت حضرتك من شويه، انا الممثل، بس في بس نقطه حضرتك ما جاوبتنيش عليها، بس عايز افهمها معلش. تمام. انا دلوقتي انا بمثل تمام في الفيلم او المسلسل، بس هي بره عن المشهد بتاعي، انا هشيل ذنبها ان هي مثلا بشعرها؟ يا اخي الفيلم هذا جزء لا يتجزا، صح؟ لا يتجزا، نفس الفيلم بس انا العمل. ايوه يعني الفيلم في لقطات ساقطه وفي لقطات طيبة. بالظبط. انت يا صاحب اللقطة الطيبة اللي دخلك مع اصحاب اللقطة الساقطة، وانا اجبتك قلت لك ان الله قال واذا رأيت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. هو بص يا شيخ، هو ده شغلي يعني، انا بشتغل كده بس هو غصب عني. شغلك تشتغل بيع فجل احسن لك، ايهما افضل عند الله، بيع فجل وجرجير وبيع فول مدمس في قدرة ويمشي يكسب من الحلال ولا ممثل؟ يعني انا هشيل ذنبها، انا هشيل الذنب عشان هي بشعرها؟ ليس عندي مزيد على الذي قلته لك، اسال غيري ان شئت. السلام عليكم. امراه طلبها زوجها للفراش وهي على سجاده الصلاه تريد ان تصلي الفريضه، فرفضت تطيع زوجها وصلت الفريضه. مع العلم ان وقت الفريضه لسه في بدايته. لا ان شاء الله مش آثمة ولا ناشز يعني، صلي الفريضة على السجادة يعني، هو هي تصلي فريضة لو نافلة لا بأس، لكن فريضة تصلي الفريضة على سجادة الصلاة، صلي الفريضة. غريبة والله الناس مش عارف. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا كنت عاوز أسأل حضرتك بس ميعاد مسابقة صورة الأنفال. سنعلنه إن شاء الله. تمام يا شيخ، أنا عندي سؤال لحضرتك. اتفضل. هو في الصلاة، في الصلاة صلاة جهرية وصلاة سرية. الصلاة الجهرية لما الإمام بيكون بيقرأ احنا وراه بنستمع للقرآن، قال الله عز وجل وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. نعم صدق الله. اما في الصلاة السرية احنا بنقرأ، يعني احنا في الصلاة الجهرية بنستنى الإمام لما يرقع ونكمل الصلاة بقى مع نفسنا، اما انا في الصلاة السرية لما احنا بنكون بنصلي بنقرأ. تمام. انا ما فاهم اللي تمام، ايه سؤالك باختصار؟ سؤالي انا كنت رايح اصلي العصر. ايوه. والامام راقع. طيب اركع مع الامام. انا ركعت مع الامام بس تذكرت كده في نفسي، قلت النبي عليه الصلاه والسلام قال لا صلاه لمن، هذه اسال عن هذا السؤال فقط الان، لا صلاه لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب، هذا في شان الامام او المنفرد. أما إذا أدركت الإمام راكعا فقد أدرك أبو بكرة الرسول راكعا وسلم مع الرسول والنبي قال زادك الله حسنا ولا تعود. أيوة. فإذا أدركت الإمام راكعا حسبت لك ركعة عند جماهير العلماء. جزاك الله كل خير. الله يكرمك. السلام. بارك الله فيك. السلام عليكم. نعم. تفضل يا حبيبي. عليكم السلام ورحمة الله. يا حبيبي ارفع صوتك، امسك السماعة، تكلم كما نكلمك، ارفع صوتك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. يا شيخ يا اخي ارفع صوتك كده. مرحبا دكتور عمرو جلال، بارك الله فيك. السلام عليكم. عبد الرحيم. عليكم السلام. الله تفضل. كيف حالك يا شيخنا؟ حالي طيب والحمد لله. الحمد لله. انا كنت يعني اقرضت اخواني مبلغ في سنه 2015. اقرضت اخوانك مبلغا في سنه 2015؟ اه. وك
وكان الإقرار في صورة إن كان عندنا بيت ميراث على المشاع، وكان محتاجين نوضبه ونرممه ونعمله شوية توسعات، وتم بالفعل على حسابي الخاص على أساس إن هم بعد كده يعملوا جمعية ويسددوا لي المبلغ. طيب. من 2015 لغاية 2019 محدش سدد لي شيء. فجلسنا مع بعض علشان يا جماعة أنا محتاج الفلوس. والله اختلفنا على مسألة، أنا طبعا أنا عايش في السعودية ومصدر رزقي من السعودية ودافع الفلوس من السعودية، وهم طبعا في مصر والبيت في مصر، فاحنا طبعا بنبعث الفلوس من هناك توصل هنا لخالي المسؤول عن الترميم وعمل البيت، وتم صرف 250,000 ريال. اختلفنا، هم يقولوا لي لا والله هنسد لك 500,000 جنيه، وانا اقول لهم لا والله احنا انا ليا 250,000 ريال اللي انا دفعته، واتفقنا على ان انا اخد المبلغ 250,000 ريال بعد فتوى من شيخ فاضل زي حضرتك، وارتضوا بهذا الامر ورضوا بكلام الشيخ. ما سددوا ليش حاجة من وقتها من 19 لغاية النهاردة، حضرتك معايا يا شيخ؟ ما سددوا ليش المبلغ. في نفس الوقت ده قالوا والله ال 250,000 ريال بتوعك في 4 جنيه و15 قرش، يبقى انت ليك عندنا 1,000,000 جنيه. جينا النهاردة بنتحاسب برضو نفس المشكلة، يقولوا لي لا والله انت ليك عندنا 1,000,000 جنيه، مالكش عندنا 250,000 ريال. رأي حضرتك ايه في الموضوع؟ رأيي في كذا مسألة الآن دخلت مع الأخرى. مسألة هم استلموا جنيهات يسلمونك جنيهات، لكن المسألة استلموا منك جنيهات، ما استلموا منك ريالات. نعم. استلموا منك جنيهات ولا ريالات؟ أنا دفعت ريالات. أنا وصلهم المبلغ اللي استلموه من كريال ولا جنيه؟ ما وصلهمش في إيديهم أساسا. خلاص، خالك خد منك جنيهات ولا ريالات؟ لا، وصلوا جنيهات. وصلوا جنيهات، يسددها جنيهات. ده اختصارا. حضرتك أنا أدفع 250,000 ريال اللي هم قيمتهم النهاردة 2,000,000 جنيه. أنا أسألك سؤال. أخد 500,000 جنيه اللي هم النهاردة تمنهم 50,000 ريال. مالي بهذا الكلام؟ انت الان سلمت لخالك 200 الفلوس جنيهات، هل اشترطت عليه قلت له هي تسلم ريالات وقال لك انا موافق؟ لا، ما حصلش كده. هب ان الريال كان رخص. ببعت هب ان الريال كان رخص فيها المطلوب. يا حبابي اذا كان الريال رخص كنت هتعمل ايه؟ هب ان الريال نزل واتعكست المسألة، ماذا كنت تصنع؟ لا مش عارف والله. خلاص، هو انت سلمت ريالات استلم ريالات، سلمت جنيهات استلم جنيهات، خسارا للدور. ما اخلص بفلوسك الان، انت بقالك كم سنة ما انت عارف تاخذ فلوسك. هذه الاشكالية الكبرى الاكبر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. كيف حالك يا شيخنا؟ حالي طيب والحمد لله. الحمد لله رب العالمين، طال الله في عمرك على طاعته. الله يكرمك. شط ما يا عبد الرحمن كده بس. تفضل. شيخ، انا رجل علم ان اخا له غاضب منه بسبب انه اشترى سلعه من شخص غيره وهو عنده هذه السلعه. فاتصل عليه لكي يسترضيه، وفي اثناء حديثه معه حلف انه لم يكن يعلم ان هذه السلعه عنده، وهو في الحقيقه يعلم. انتبه الى ذلك بعد ان اغلق الاتصال. ما يا حبيبي. ماذا عليه يا شيخنا؟ يعني حلف سهوا؟ لا، حقيقة ليس سهوا، ولكن أثناء الحديث نفسه وأثناء الاتصال، فأثناء يعني انسياب الكلام وهكذا، فحلف حتى يسترضي أنه ما كان يعلم أن هذه السلعة عنده، وهو في الحقيقة يعلم. يستغفر الله ويتوب إليه ويعمل عملا صالحا. إن السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله أنا طيب والحمد لله. اسأل الله أن يعيننا وإياك على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم أمين يا رب. أستأذن حضرتك بس هسأل سؤالي في أقل من نص دقيقة إن شاء الله. اتفضل. أفلح إن صدق. أنا كان عندي وسواس التفتيش في الملابس عن قطرات البول بعد الاستنجاء. يا الله. ولم أتخلص منه إلا بتنفيذ سنة النبي عليه الصلاة والسلام في رش الفرج بعد الاستنجاء بالماء. والرسول قال رش الفرج قبل الاستنجاء بالماء؟ ما قالش كده الرسول. هل الرسول قال رش الفرج بالماء؟ لم يثبت ذلك عن رسول الله. أن نضح الفرج بالماء؟ ما وما ثبت ذلك عن الرسول. أمال ده سنة من الصحابة؟ أنت بس يقول لي بتعمل إيه بس عشان نخلص الموضوع. لكن قبل كده لما كنت بفتش أوقات كنت بلاقي. ولا خلاك تفتش؟ مش أنت استنجيت وخرجت البول وغسلت المحلة أو مسحته بمنديل؟ أكمل السؤال. اتفضل. قبل كده كنت لما بفتش وده كان غلط انا عارف كنت اوقات بلاقي حاجات. دلوقتي انا برش الميه ومش بفتش. سؤالي بقى لو في حاجه خرجت وانا المنطقه كلها مبلوله فمش بفتش ومش هحس بيها. خلاص مش هتفتش ولا تحس. صلي. يبقى خلاص كده ما عليهاش حاجه. ماشي يا سلامه يا حبيبي. وانا عارف انك مش هتمشي لانك موسوس. لا انا هعمل كده بس انا لا بأس. خلاص احبك الله الذي احبتنا فيه يا شيخ ايهاب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازاي حضرتك يا شيخ؟ طيب الحمد لله بخير. لو سمحت بما ان الوقت بين الاذان والاقامة الدعاء فيه مستجاب. احنا عندنا في المساجد الوقت بيبقى ضيق بين الاذان والاقامة. فالاولى الدعاء ولا صلاة تحية المسجد؟ لا لا ولا تصلي تحية المسجد لا تجلس حتى تركع ركعتين. يعني ده اولى من الدعاء. الله يسلمك. ماشي شكرا. يا شيخ وائل يعذر اخوانه. يا شيخ وائل هب انهم في حال اعسار. يا شيخ وائل يعذرهم بماذا يا شيخ وائل؟ الله يغفر لك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. لو سمحت يا شيخ مصطفى سؤالي عن ابني. انا بحفظ ابني القرآن وهو 9 سنين. هو حاليا 9 سنين. هو ايه؟ هو عنده 9 سنين. وبعد؟ هو شيخ يعني هو ما شاء الله حفظه كويس وبيحفظ بسرعة. بس هو مش عايز يحفظ ويوصل بقى ان هو يقعد يقول انا قرأت المصحف. المصحف ما بيخلينيش العب ما بيخلينيش اعمل. سددي وقاربي يا اختي. سددي وقاربي شوية وشوية. الله يكرمك. ترغيب وترهيب وهدايا وكلمة طيبة. ربنا المستعان. مع الدعاء. السلام عليكم يا شيخ مصطفى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مش عايز أطيل على حضرتك. السؤال الأول يا شيخنا هل جز الشارب بالمكنة الكهربائية مخالف أم موافق للسنة؟ يعني درجة كام؟ نعم درجة كام؟ آخر درجة يا سيدنا قبل مشيل المشط. يعني المشط موجود بس على آخر درجة. نعم على آخر درجة في المشط. شوف يا أخي حلق الشارب لم يرد عن رسول الله بل قال الإمام مالك رحمه الله حلق الشارب مثلى وفعله يؤدب. مضمون كلام الإمام مالك رحمه الله. فحلق الشارب غير ورد عن رسول الله في رواية معلولة. والسنة القص أو الحف. الله يكرمك. القص أو الحف. طيب يا شيخنا كنت أؤم الناس في الصلاة وكنت إذا هممت للركوع قلت في المايك الله أكبر قبل الركوع ليسمع الجمع من خلفي. فهل الصلاة صحيحة؟ المهم تتأكد أنهم لن يركعوا قبلك لأنك ممكن تلبس على المأمومين. تقول الله أكبر وأنت قائم وجاي تهوي للسجود يكون نزلوا قبلك. فالمهم أنك تحرص على ألا يسبقك المأمومون. الله يكرمك. بارك الله فيك يا أخ حسن بن علي. السلام عليكم. بارك الله فيك شيخ مصطفى الجهدي. اللهم صل على سيدنا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الحبيب بارك الله فيك. وفيك بارك الله. تفضل. والله أنا أحبك في الله يا شيخنا. أحبك الله الذي أحببتنا له. اسمح لي شيخنا بسؤالين. اتفضل. أول سؤال هل من الممكن أن يقتل الجن إنسان قتلا مباشرا؟
هل من الممكن أن يقتل جني إنسيا؟ قتلا مباشرة لا يبعد مثل هذا. قد ورد بسند ضعيف أن الجن قالوا لما مات سعد بن عبادة: نحن قتلنا سعد بن عبادة رميناه بسهم فلم نخطئ فؤاده. فهذا قد يرد، يعني ليس هناك ما يمنع. في حديث أبي ذر في خروجه مع النبي عليه الصلاة والسلام: خرجنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في ليلة فابتعد عنا شيئا ما وتأخر عليه الصلاة والسلام، تأخر عليه الصلاة والسلام، فقلقنا من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانتظرنا فتأخر، وبعد جاء قلنا فيما بيننا: ما الذي حدث لرسول الله؟ اغتيل، استطير، استطير يعني طيرته الجن، اختطفته الجن وطارت به، واضح؟ فهذا الباب أيضا من كان ثم شاب يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس الرسول عليه الصلاة والسلام، وبعد هذا الشاب تزوج، فكان يستأذن ويخرج من عند رسول الله مبكرا، فاستأذن ذات يوم ورجع إلى بيته، فإذا امرأته واقفة عند الباب، فأخذ سهما كي ينتظم يقتلها، كي يقتلها. قالت: على رسلك، ادخل انظر ماذا في البيت. فدخل فإذا بحية ضخمة ملتفة على السرير، فانتظمها بسهم فألقت نفسها عليه فقتل وقتلها. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك فقال: إن من حياة المدينة جن قد أسلم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هل جن نوع من أنواع الحياة، أو أنه جن في صورة حية؟ فالله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. تفضل. السؤال الثاني يا شيخنا: ما الحكم النهائي بعد الاطلاع على قول الإمام الذهبي وبعد كل هذا، ما الحكم النهائي على حديث من عاد لي وليا؟ والله إذا أنا سئلت أقول أخرجه البخاري. يا صحيح، أخرجه البخاري، وفي بعض ألفاظ لا يتابع عليها بعض الرواة اختصارا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف أحكي حالك يا الحمد لله، تفضل. أنا أخذ عنك تفضل. الله يكرمك. أريد أن أستشيرك يعني في نصيحة. نعم تفضل. أريد أن أستشيرك في نصيحة. تفضل استشر. أنا عندي 19 عاما، وكنت محتار يعني أطلب العلم أو إن أنا أدور على عمل. كنت أظن أطلب العلم وأتزوج. ماشي. طيب، وإذا طلبت العلم من أين تكتسب المال؟ مش من أبويا. أبوك؟ يكفلي. أبوك ثري؟ لا ليس ثري يعني، لكن يقدر على أن يكفلني. هو ماذا، ما رأي أبيك؟ هو الذي سيكفل. لا يريدنا أن أعمل، يريدنا أن أطلب العلم. يجوز أن تطلب العلم؟ خلاص اطلب العلم، أبوك يكفلك. والمرة قل له: أبي زوجنا، الله يكرمك يا أبي. ماشي يا حبيبي. محمد العالمي 0000533383. أنت عالمي. السلام عليكم. حسن السوار. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخنا الحبيب؟ الحمد لله بخير. الله يبارك في عمرك. عندي سؤال بس بعد اذن حضرتك. اتفضل يا حبيبي. الله يبارك فيك. انا كانت زوجتي جت حصل عندها اسره في شعرها، فعملت وصله لشعرها طويله كده، وبعد فتره عرفت بحديث الواصله والمستوصله، فشالت الوصله اللي هي
حطيتها في شعرها. هي هل تأثم لعدم علمها بالحديث ولا إذا كانت جاهلة؟ إذا كانت جاهلة لا تأثم. وجاهلة هي لا تعلم الحديث. خلاص. انتزعت. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. فالجهل معذور. تمام يعني ما عليها أي ذنب يعني. خلاص ما احنا جاوبنا مرتين ثلاثة لازم أربع مرات عشان تفهم. افهم بسرعة حبيبي. طيب هل يجوز لها إن هي تستخدمه داخل البيت؟ ده سؤال ليها برضه يعني. الوصل. داخل البيت فقط الوصل أيوه. لا داخل ولا خارج. لعن الله الواصلة والمستوصلة. طيب تمام كده. الله يكرمك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. وزين الغالي. اتفضل يا حبيبي صحصح معانا الله يكرمك. حاضر. يجوز القنوط في صلاة الفجر أم لا؟ أنا أختار الجواز خاصة عند النوازل. يعني يجوز القنوط؟ يجوز القنوط عند النوازل، استحب عند النوازل. تفضل. غير النوازل المسألة فيها بعض الاختلافات، اخترت ما ذكرته. تمام. ولك بمثل الشيخ مصطفى الجوهري. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف الحال يا شيخ؟ الحمد لله. ربنا ينفع بينا وبيك ويجمعنا معاك دايما على طاعة يا رب والسمعين والسماعات جميعا. اللهم امين. اولا الاسئله احنا متابعين بس المباشر وفي ناس بتستفاد من الاسئله. كان اخت سالتك سؤال فانا بناء عليه برضو راجعت نفسي في حاجه بسالك فيها. اولا لو انا بشتري بتاجر في السيارات وبشتري السيارات بالمزاد مزايد لحد ما ترسي عليا السياره فيها حرمانيه؟ لا. ولا لا؟ لا ليس فيها حرمانيه. طيب السؤال الثاني وده الاهم اللي انا ليا ابن خالي تمام في دوله عربيه وانا بجيب العربيات وهو عارف في العربيات دي اللي انا بجيبها. طلب مني ان انا اجيب له اربع عربيات وفي نفس الوقت هيشتري مني العربيات ديت بالقسط. هل هيكون فيها حرمانيه؟ اذا تملكت السيارات تملكا كاملا اعرضها عليه ان شاء ابى وان شاء اتم. ثاني يا شيخ معلش الجزئيه دي، اذا تملكت السيارات. إذا تملكت السيارات تملكا كاملا. نعم. خيره بعد أن تتملكها، قد يوافق وقد يرفض، أعطيه حق الخيار بعد تملكها. لأن النبي قال لا تبع ما لا تملك، ولا تبع ما ليس عندك في الرواية الأخرى. الله الله، إذا أنا لو تملكتها لملكي ودفعت فلوسها وبيتبعتها تخيره. طب الأخت ليس هناك، لا الأخت حيلة. أنت يا أخي انت في مصر ولا في دوله ثانيه الان؟ في مصر الان. ولكن المصر الان اللي حاصل في مصر الان موظف مع زملاء. نعم. هو معه مبلغ من 20 30 الف ليس له في التجاره من نصيب. تمام. ليس تاجر. بيجي زميله ويقول له يا اخي تعال هات لي تليفون، تعال هات لي ثلاجه. تمام. هو بيروح هو عند صاحب بياع الثلاجات يقول له انتقي. طب معلش خلي في سعة صدر عندك. انا تذكرت حاجه كان فيها شبهه وسبتها في يوم من الايام ان البنوك الاسلاميه ما في بنوك اسلاميه، ما في حاجه اسمها بنوك اسلاميه. طيب. ان هم كانوا بيشتروا السيارات بره وبعد ما يتملكوها يبيعوها بالاقساط. يا اخي كلامك غلط. البنوك البنوك التي يدعون انها اسلاميه يمض المشتري المقترض على البيع قبل أن يتملكوها. الله هنا الحرمانية. نعم تمام. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا شيخنا؟ حالي طيب والحمد لله في نعم من الله. الحمد لله يا رب أوزعنا شكر نعمك يا رب يا رب. تفضل. الله يبارك فيك. تفضل. لو سمحت حضرتك انا في جزئيه عايز نفهمها مش عارف. محنه الامام احمد بن حنبل في ان كلام الله مخلوق. اليس الله عز وجل هو خلق كل شيء؟ نعم. انا مش فاهمها يعني. القران كلام الله. ايوه كلام الله القادم الازلي. ايوه كلام الله.
اتفضل. وهو كلام الله صفة من صفاته وفعل من أفعاله. أيوة أنا بنتكلم. هم عايزين يقول لك الآن هم بس أنت تسأل عن توابعها، توابع هذه الكلمة. توابع مثلا ويقول لك أن الكلام ذاك اللي في المصحف الذي نراه من تصرف جبريل، مش من تصرف النبي، مش من كلام الله. الله يتكلم. لا ده كلام الله، ده كلام الله. القرآن. القرآن كلام الله عز وجل. طبعا. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى أكمل. ما كلام الله. حتى أيوة. أسمع كلام الله. أيوة. فالقرآن كلام الله. هم يقولون منهم تابعهم يقولون كلام هذا فهم جبريل وينفون الكلام عن الله. ولذلك أطول باب في البخاري، أطول باب في صحيح البخاري في كتاب التوحيد، باب كلام الله سبحانه وتعالى، أورد يمكن بحكم 50-60 دليل على هذا الموضوع. ينفون أن الله يقول وينادي، الله قال في كتابه الكريم والله يقول الحق ويهدي السبيل، ويقول وناديناه من جانب الطور الأيمن وقال ابنه النجية، وقل وكلم الله موسى تكليم. كل هذا ينفونه، قاتلهم الله. السلام عليكم. يا رب أنت رحمة الرحمين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ. تفضل. أحسن الله إليكم. وإليكم. شيخ. نعم. لي سؤال. اسأل. شيخ عندي سؤال عن الطلاق في حال الحيض، هل يقع أم لا يقع؟ الطلاق أثناء الحيض فاعله خالف السنة، والطلاق واقع واقع واقع. نعم هذا. وهذا رأي جماهير العلماء والأئمة الأربعة، وهذا الذي يقتضيه الدليل. فصلنا تفصيلا واسعا في الفتوى في اليوتيوب، ممكن ترجع إليه. نعم أنا رجعت. طيب. ولكن هذا حال لأخينا، هو كان يسأل هذا الحال وكان يعني يبحث ووجد فتاوى من العلماء. يعني يا أخي الكريم لن تسألني، أنت تحججني بأن تريد مني مقلد. إذا ستقلد قلد الجماهير، شافعي وحنفي ومالكي وحنبلي، مذاهب الأربعة، لأنه واقع. إذا كنت ستقلد، إذا كنت تريد الأدلة فصلتها لك هنالك. نعم بهذا القدر اجتزئ حامدا الله شاكرا لأنعمه، صليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك أمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا،
وآثرنا ولا تؤثر علينا وانصرنا على من بغى علينا. اللهم يا ربنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي ألسنتنا نورا وفي أسماعنا نورا وفي أبصارنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا وعن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا. اللهم أعظم لنا نورا واجعلنا نورا يا رب العالمين. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا للبر والتقوى وتوفنا على كلمتي الإيمان والهدى وأنت راض عنا. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نزل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا. اللهم إنا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك ونعوذ بك من الحور بعد الكور يا رب العالمين. اللهم يا ربنا هيئ لنا من أمرنا رشدا، هيئ لنا من أمرنا مرفقا. اللهم انصر المسلمين أينما يكونون وحيثما يكونون. اللهم كن لنا وليا ونصيرا وظهيرا وكن عنا وكيلا يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم طيب أقوالنا وحسن أخلاقنا وأصلح أعمالنا وأخلص نوايانا واسلل سخائم قلوبنا. اللهم ارزقنا يا خير الرازقين واغفر لنا يا خير الغافرين وافتح علينا يا خير الفاتحين وانصرنا يا خير الناصرين واحفظنا وارحمنا يا خير الحافظين يا أرحم الراحمين. اللهم يا ربنا أكرم منازلنا ووسع مداخلنا يا خير المنزلين وارفع درجاتنا في عليين يا ذا الفواضل يا ذا المعارج يا ذا الجلال والإكرام. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.